تهانينا والناموس لسعادة الشيخ جاسم بن سعود على هذا الفوز المستحق في الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان. متابعينا مشاهدينا الكرام، ينطلق على بركة الله شوطنا الثالث في هذا الصباح، ويسرني نقل الميكروفون لزميلي محمد بن عايض الصواط العتيبي. شكرا مطلق العنزي، شكرا محمد بن بريك المري. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الكرام، متابعين الأفاضل في كل مكان، نرحب بكم في هذا الصباح ومنافساته وانطلاقاته من هنا من أرضية ميدان الشحانية ضمن هذا السباق المحلي الثاني، وبحضور شعارات أصحاب السمو الشيوخ في هذا اليوم والخاصة بسن الإجداع. تابعنا الأشواط الرئيسية وكانت الدوحة حاضرة مع أول الأشواط. نهني سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني على انتزاع الدوحة لأول أشواط الإجداع، وأتى البصير لينتزع الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان. نهني سعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد آل ثاني. مشاهدين الكرام، على بركة الله أعلنت انطلاقة ثالث أشواطنا في هذا الصباح. نتابع البداية والصدارة، نتابع أول المراكز، وسيمة هنا لهجن الشحانية، يتابعها جابر بن سالم بن فاران على البداية والصدارة. ثاني المراكز انقلاب، هنا تأتي بشعر هجن الشحانية وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران، بينما ثالث الأسماء وتابع الغزيل لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، حسين بن محمد بن سالم بن سفران من يتابعها في التضمير، بينما رابع الأسماء وتابع التقدم في هذه اللحظات من ثقة لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية، وخامس المراكز الجذابة تتسلل بدورها بشعار هجن الشحانية وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. هكذا النداء متابعين الكرام لمراكزنا الخمس الأولى المتقدمة في هذا الشوط، ولكن العودة دائما هناك مع البداية ومنافساتها. الصدارة هناك وسيمة بهذا الأداء الممتاز تنطلق على أول المراكز بشعار هجن الشحانية وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران، يقدم وسيمة ويتابع انقلاب هناك من الجانب الآخر بالشعار الأدعم هنا المتواجد على البداية والصدارة. هناك أيضا أتابع من الجانب الآخر، أتابع الغزيل لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، يتابع حسين بن محمد بن سالم بن سفران. هناك القادمة والمنطلقة من الجانب الآخر تغير بدورها إلى ثاني المراكز، ولكن الجذابة بدأت أيضا بالاقتراب بشعار هجن الشحانية هنا المتواجدة مع رابع المراكز وبمتابعة محمد بن خالد العطية، ويقدم أيضا ثقة هناك مع خامس المراكز بثقة أيضا تخطو نحو الصدارة، تبدأ أيضا بمسيرة هذا الشوط. هناك أيضا قادمة ثقة بشعار هجن الشحانية وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية، والدوحة قادمة من الجانب الآخر. هناك أيضا بشعار هجن الشحانية، وقادم أيضا معها هنا الذهبي سالم بن فاران المري مع الدوحة المتسللة والمنطلقة هناك من الجانب الآخر. الله الأسماء القادمة والشعارات، هناك أتابع القدوم، أتابع الاندفاع، هنا الأسماء القادمة. الله الله الله، وصلت الطليلية هنا قادمة، هنا تنضم مع لافتة 1200 لسعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، يصل معها أيضا. هنا أتابع أيضا الشهواني ناصر بن حمد بن مسفر، الشهواني قادم مع هذه اللحظات، ولكن أعود مع الكل
كيلومتر الأخير الكيلو الخطير. الله يا وسيمة وسيمة على الصدارة بشعار هجن الشحانية، وهناك الدوحة بشعار هجن الشحانية على مقدمة الشوط، ولكن أتابع القادمة. وصلت ردة لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن الثاني حمد بن لزيوح المري، يتابعها في التضمير. الطليلية قادمة، الطليلية هنا قادمة، هنا لسعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني. هنا يصل المرعب ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، ولكن أعود إلى الصدارة. الدوحة غادرت الدوحة بشعار هجن الشحانية وبمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري، تنطلق على الصدارة بهذا الشعار لدعم. هنا يقدم الدوحة بن فاران هنا بهذا الشعار بشعار هجن الشحانية على الصدارة وعلى البداية، ولكن شوف القادم. الله يا هجر، هجر هنا تصل بشعار هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران، ولكن الأمور خلاص هناك مع الدوحة، الروحة مع الدوحة هناك بالشعار لدعم شعار هجن الشحانية، والذهبي يتابعها في التضمير. تصل إلى خط النهاية تهانينا، والناموس لهجن الشحانية، والتهنية لسالم بن فاران المري ثاني المراكز. وصلت هجر بشعار هجن الشحانية، وثالثا الطليلية لسعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني ورابع المراكز. كان الوصول من ردة لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن الثاني، وخامسا كان الوصول من ثقة بشعار هجن الشحانية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمس المتقدمة في هذا الشوط. تابعنا أيضا الدوحة، ونتابع توقيتها الزمني عبر قناة الرياض. هنا 6:12 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنية للذهبي سالم بن فاران المري. ثاني المراكز، وصلت هجر بتوقيت 6:12 تسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنية للشبل جابر بن سالم بن فاران. الطليلية أتت ثالثا ب 6:13 وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، والتهنية أيضا لناصر بن حمد بن مسفر الشهواني.